طلبتنا الأعزاء، كنا ما التقينا بكم زادت رغبتنا بتوضيح ما أبهم عليكم من مبرهنات ومن أمثلة خاصة بدرسنا. درسنا لهذا اليوم سيكون عن القطع المستقيمة للدائرة، سنأخذ مبرهنات خاصة بهذا الموضوع. المبرهنة الأولى هي مبرهنة القاطعين للدائرة. إذا قطع مستقيمان متقاطعان على دائرة تشكل على كل منهما قطعتان مستقيمتان ناتجا ضرب طوليهما متساويان. هذا معناه عندي مستقيمين M K والمستقيم الآخر B A تقاطعا داخل الدائرة، فتشكلت قطع مستقيمة ناتجا ضرب هذه القطع بالنسبة للمستقيمين يكونان متساويان. هذا معناه أن القطعة H M هي القطعة HK هو نفسه HB هي القطعة HA، وهذا موضح هنا HM في HK يساوي HB في HA. لنأخذ مثال توضيحي على هذه المبرهنة. المثال يقول لي جد قيمة X، قيمة X هي اللي تمثل لي هذه المسافة، وجد طول كل وتر. الأوتار أنا وترين عندي، الوتر الأول BA والوتر الثاني KM، هاي الوترين يريد طولهم ويريد طول X اللي هي X تمثل لي المسافة HK القطعة المستقيمة HK، فهذه هي نفس المبرهنة يقول لي إذا قطع مستقيمان إذا تقاطع مستقيمان داخل دائرة راح نقدر نحلهم بهذا الشكل. راح أجي على القطعة المستقيمة الأولى AB تشكلت منها قطعتين HB HB في تكملة القطعة اللي هو HA HA هو نفسه K أو HK HK نعم في HM فHM نعم هنا راح أجي بس أعوض قيم اللي منطياني بالسؤال، فاتش بي منطيها بالسؤال اتش بي 3، اما اتش اي هي 2 يساوي القطع المستقيمه كي اتش هي منطيها اكس مجهوله هو ذا يريد قيمتها من عندي، اما اتش ام منطيها بالسؤال 8 عوض القيمة اللي معطاه بالسؤال وأطلع ناتج الضرب 2 في 3 راح يكون 6 و8 في X هو 8 X بالقسمة على 8 راح يكون X يساوي 6 على 8 وبعد الاختصار راح يكون 3 على 4. هاي أول مطلب اللي هو قيمة X. أما المطلب الآخر يقول لي جد طول الوترين. أنا عرفت الوتر أول وتر هو BA اللي متكون من جزئين، الجزء الأول 3 والجزء الثاني 2، إذا BA هذا أول وتر متكون من قطعتين مستقيمة، القطعة الأولى BH زائد HA HA وعوض القيم اللي منطيها القطعة المستقيمة هذه هي 3 والقطعة الثانية هي 2 فرح يكون طولها AB هو 5. بالنسبة للKM هم متكون من قطعتين مستقيمة، القطعة الأولى هي KH اللي قيمتها X اللي أنا وجدتها قيمة X هي 3 على 4 فرح أعوض 3 على 4 وتكملة القطعة هي HM اللي هو منطيها بالسؤال فرح يكون زائد 8. هنا يكون الوحد المقامات راح يكون المقام المشترك او المضاعف المشترك هو 4 فراح يكون عندي هنا 3 زائد 2 30 ويساوي لي 35 على 4. تقدر تعوفها هيك وتقدر تسويها بعدد صحيح فراح يصير عندك 8.3 على 4 8 عدد صحيح و3 على 4. نعم هذا هو طول الوتر الآخر اللي هو KM. وجدت لهنا الوترين وأنا أعرف الوتر هو من النقطة للنقطة بدون ما يمر المركز الدائرة هذا وتر وهذا عندي وتر ثاني.
من يمر بمركز الدائرة أصبح هنا قطر، هنا هو ممر بمركز الدائرة، إذا هاي أوتار، هي هذا يريد أطوالهم، طلعتهم إلى أجي هسه على المبرهنة الثانية، مبرهنة مكملة لهذه المبرهنة وهو الشطر الثاني للمبرهنة، هنا راح يكون تقاطع خارج دائرة، بالنسبة لهذا صار تقاطع أدي داخل دائرة، عرفت شلون طلعتهم، هسه راح أجي على مبرهنة إذا مستقيمين تقاطعوا بس التقاطع راح يكون خارج الدائرة، شلون راح يشكل خارج الدائرة؟ أول شيء راح أجي على قطعة المستقيم الأولى اللي هي HK. HK راح أجي أضرب حاصل ضرب القطعة الخارجية اللي هي HM، القطعة الخارجية HM في القطعة الكلية اللي هي HK، في القطعة الكلية اللي هي HK هو يكون نفسه بالنسبة للقطعة المستقيم الأخرى، هم القطعة الخارجية HB في القطعة الكلية للمستقيم اللي هي HA. هاي ما ينص عليه المبرهنة إذا تقاطع المستقيمان خارج الدائرة. ونأخذ هنا أيضا مثال توضيحي على هذه المبرهنة. هنا أنا لو قريت السؤال مالتي يقول لي جد قيمة X، X هي هاي المسافة اللي هي جزء من MA، وطول كل من AM وBM، يريد أطوال أضلاع هذين الأطوال القطع المستقيمة، ويريد أول شيء من عندي قيمة X. فأني هنا أنا جيت لاحظت إنه عندي مستقيمين وتقاطعوا خارج دائرة، هذا معناه إنه حاصل راح أعتمد المبرهنة إذا تقاطع مستقيمان خارج دائرة، فهذا معناه الجزء الداخل الخارجي اللي هو MC في القطعة الكلية اللي هي MA يساوي نفسه إذا راح أخذ منه MD في القطعة الكلية اللي هي MB. نعم. هنا أنا سأجي أعوض القيم اللي معطاك بالسؤال، عندي MC هي 3. هنا أنا أشوف القطعة الكلية، القطعة الكلية متكونة من جزئين اللي هو 3 و X، فراح يكون عندي 3 زائد X. هاي بالنسبة للقطعة المستقيم الأولى، قطعة المستقيم الثانية هم راح أتعامل وياها نفس الشيء، القطعة الخارجية هي 2، بينما القطعة الكلية متكونة من جزئين، جزء 2 وجزء 7، فراح يكون 2 زائد 7. هنا أنا أجي أوزع الثلاثة، راح يصير عندي 9 زائد 3 إكس، كون وزعت الثلاثة على الحدين. وهنا عندي 2، هاي متكونة من 2 و7 هي 9، فعندي 9 زائد 2 هو 18 راح يكون. هنا هسه بإضافة النظير الجمعي، كون هي معادلة بمتغير واحد، المفروض أبقي قيمة X وحدها، فلازم أتخلص من 9، أتخلص من عدها عن طريق إضافة النظير الجمعي لطرفي المعادلة، فراح تكون عندي المعادلة بهذا الشكل، أطلع قيمة 3X يساوي 9، بعدين أتخلص من X المعامل X بالقسمة بالتقسيم على 3. إذن هذا المطلب الأول اللي هو يريد من عندي قيمة X. أجي هسه على المطلب الثاني، ده يقول لي جد طول MB وMA. MB متكونة من جزئين اللي هو MB، متكونة من جزئين، الجزء الأول MD زائد DB، فرح يكون عندي الجزء هذا هو 2 زائد 7، 2 زائد 7 راح يكون 9، هذا طول أول قطعة مستقيم، أما القطعة الثانية فهم راح تكون متكونة من قطعة المستقيم الثانية اسمها MA، راح تكون متكونة من جزئين، الجزء الأول MC اللي هي قيمتها 3 زائد CA اللي هنا أنا قيمتها X، أنا إذا طلعتها قيمة X طلعتها 3، فأعوض قيمتها، إذا رح يكون قيمة MA هو 6 يساوي، فقيمة MA هي
طلعت لي فتة. هذا ما يخص المثال الثاني. الآن قبل ما أنتقل لهذا المثال، نوضح المبرهنة اللي خاصة بمبرهنة المماس والقطع والقاطع في الدائرة. مبرهنة المماس والقاطع في الدائرة. إذا تماس مستقيم مع دائرة وقطعهما مستقيم آخر، تشكلت على القاطع قطعتان مستقيمتان ناتج ضرب طوليهما يساوي مربع طول قطعة المماس. هذا معناه إنه أنا عندي هنا، خلينا نشوف هذا المثال. عندي هنا لو نلاحظ المثال أو المبرهنة هم كذلك نفس الشيء. عندي مماس هذا أي بي، شلون عرفت مماس؟ كون هو مس الدائرة بنقطة واحدة. وعندي أي إم هذا قاطع، ما أقدر أسميه مماس لأنه هو مس الدائرة بنقطتين فيسمى قاطع. فمن أشوف عندي مماس وعندي قاطع راح يكون حلها بهذا الشكل، راح يكون القطعة بالنسبة للقاطع، القاطع راح أجزئها إلى جزئين، الجزء الخارجي اللي هو أي سي في القطعة الكلية اللي هي أي إم يساوي مربع الوتر اللي هو هنا مربع المماس اللي هو أي بي. هاي كنت أستخدمها هاي المبرهنة من عندي قاطع ومماس. فإحنا أنا بالنسبة لهذا السؤال يقول لي جد طول قطعة المماس، وين المماس؟ هذا لو هذا لا، المماس راح يكون أي بي كون هو مس الدائرة بنقطة واحدة، فمعناه هذا يريد من عندي أي بي. أي بي شلون أطلعه؟ بما إنه لقيت مماس وقاطع للدائرة بنفس الوقت راح أستخدم هذه المعلومة اللي هي راح أجي أعوض قيمة كل جزء معطى بالسؤال. أي سي القطعة الخارجية منطيها 4، في القطعة الكلية اللي متكونة من أي سي وسي إم أطلعها عن طريق الجمع فراح يصير عندي 8. أما أي بي تربيع اللي هو المماس هذا هو مطلوب فراح ينزل أي بي تربيع. هنا 4 في 8 32 يساوي أي بي تربيع. هسه هو دايريد من عندي بس أي بي، المفروض أتخلص من هذا التربيع، أقدر أتخلص من عنده بالجذر، بالجذر التربيعي للطرفين. فهنا 32 يساوي أي بي. هنا راح تكون 16 في 2 يساوي أي بي. 16 تطلع من تحت الجذر هي 4، جذر 2 هي هذه طول أي بي اللي هو طول المماس اللي هو مطلوب من عندي بالسؤال. إحنا هسه ناخذ سؤال آخر أو مثال آخر. جد قيمة X، لو ألاحظ قيمة X هياتها اللي هي الجزء الخارجي للقاطع، فأنا هنا أنا وجدت دائرة وأكو مماس إلها وأكو قاطع إلها، فمعناها راح أستخدم مبرهنة المماس والقاطع في دائرة. أجي أطبقها المبرهنة، يقول لي الجزء الخارجي للقاطع اللي هو أي إم في الجزء الكلي للقاطع اللي هو أي بي يساوي مربع الوتر اللي هو أي إتش. هنا الجزء الخارجي للقاطع أي إم في الجزء الكلي، في الجزء الكلي اللي هو أي بي في مربع الوتر أي إتش. نعم هنا هسه بس أعوض قيم المعطاة بالسؤال، فعدي أي إم هي X. أما القطعة المستقيم متكونة من جزئين، متكونة من الـ X زائد X زائد واحد، X زائد واحد، وعدي أي H هو 6 تربيع. هنا أجي أطلع هنا بما أنه X وX اثنيناتهم يحملن نفس الأس، أقدر أجي أجمعهن بجمع الحدود المتشابهة، وهنا أنا عندي قيمة X وهنا 6 تربيع معناها 36، أوزع الX على القوس فراح يصير عندي 2X
زائد x. هنا قبل تقدر تسوي إضافة نظير جمع لستة وثلاثين للطرفين، فراح يصير ناقص ستة وثلاثين يساوي صفر. معادلة من الدرجة الثانية متكونة من ثلاث حدود، أقدر أحلها بالتجربة. أفتح قوسين، أصفر المعادلة، عندي الموجب تنضرب أول ما تبلش بالإشارات حتى تتخلص منها، ما تسبب لك إشكالات. الموجب بالموجب راح يكون موجب، وسالب بالموجب راح يكون سالب، وهناك عدة طرق تقدر تستخدمها حتى تحصل على الإشارات. أجي هنا على الاثنين، اثنين إكس في إكس، وستة وثلاثين، طبعاً ستة وثلاثين فيها احتمالات إنه هي ستة في ستة، أو ستة وثلاثين في واحد، أو تسعة، أو 12 في ثلاثة، أو تسعة في أربعة. أنت تختار بالبداية لا على التعيين، بس أهم شيء يطلع لك الحد الوسط. طبعا هو اصلا سموه التجربه لانه راح يقول لك جرب اكثر من حد لحد ما يطلع لك الحد الوسط. فهنا خل اجرب انه اخذ احد احتمالات ال 36 هي 9 في 4. فبما انه هنا صار عندي حدين بيناتهم عمليه ضرب والمعادله مساواه بالصفر، راح اسوي اما او. طبعا هنا انت المفروض هم تتاكد قبل ما تبلش، اذا تضرب هنا الوسط الوسطين راح يصير موجب 9 اكس في الطرفين اللي هو راح يصير سالب 8 اكس. اشارات مختلفه راح اخذ اشاره الاكبر واطرى، فراح يصير موجب 1 اكس اللي هو نفسه الحد الوسط. بعد ما اطمئنيت انه اني التجربه مالتي صحيحه، انه اختياري كان صحيح، هسه هنا راح اجي اسويها اما او. فاما القوس الاول يساوي صفر، معناها اما 2 اكس زائد 9 يساوي صفر، بإضافة النظير الجمعي للطرفين للتسعة راح يكون عندي 2 إكس يساوي سالب 9. هنا بالقسمة على 2، نعم هنا هسه طلعت لي إشارة سالبة أهملة، لأن الأطوال لا يمكن أن تكون بالسالب، إذا هذا راح يكون يهمل. حتى ما يعني مو الا تقسم على معامل، بس شفت طلع لك بالطرف الثاني اشاره سالبه، منها تقدر تتوقف اتهم له غير مقبول، كون هو دا يتكلم عن اطوال اضلاع او قطع مستقيمه. هسه هذا بالنسبه للاما. الاو راح يكون او اكس ناقص 4 يساوي صفر، هذا معناها اذا معناها قيمه اكس باضافه النظير الجمعي للسالب 4 للطرفين، إذا طلعت لي النظير الجمعي للموجب 4، لحصل على إنه x تساوي لي موجب 4، هذا معناه حصلت على المطلب الأول اللي هو قيمة x. أما المطلب الثاني، نعم هنا إحنا احتماليتنا أما وهنا راح تكون أو. بقى المطلب الثاني ده يقول لي جد طول AB. جد طول اي بي، اي بي شلون اقدر احصل عليه؟ هو عباره عن حاصل جمع القطعتين، زين انا راح اجي على القطعه دا يريد هسه طول اي بي. اي بي متكون من جزئين اي ام زائد ام بي. نعم اي بي، هنا هسه اي بي اكس زائد الجزء الثاني هو x زائد 1، قيمة x انا طلعتها 4 كوني القيمة الثانية انهملت، فراح اعوض بس 4، فراح يصير عندي 4 زائد 4 زائد 1 ويساوي لي 9. هو هذا طول AB اللي هو مثل لي القاطع اللي هو المطلب الثاني. نعم هسه ناخذ مثال تعزيزي اخر، راح يكون هو اخر مثال ويانا بهذا الدرس. نعم هسه هنا ناخذ مثال، لو نلاحظ هسه انت على يا مبرهنه هذا دا يقصد. اجي اشوف دائره وبيها قطعتان مستقيمتان تقاطعا، بس وين التقاطع؟ صار التقاطع داخل دائره، هذا معناه دا يتكلم عن المبرهنه الاولى او الحاله الاولى اللي راح اجي اضرب القطع الداخليه للحاصل ضرب اي او اي او في تكمله القطعه او بي
نعم هو يساوي أودي أودي في أو في تكملة القطعة وأجي أعوض قيمة كل ضلع عندي 2 في إكس زائد 3 والقطعة الأخرى راح تكون 5 في 3 وأطلع النواتج الجمع والضرب وهنا عندي خاصية التوزيع فراح يكون عندي 2 إكس زائد 6 يساوي 3 في 5 هو 15 نعم استهنا معادلة صارت من الدرجة الأولى المفروض أبقى قيمة إكس وأخذها أضيف النظير الجمعي للموجب 6 للطرفين اللي هو سالب 6 15 ناقص 6 اللي هو 2 إكس يساوي 9 آخر شيء بس أقسم على 2 للتخلص من معامل إكس قسمة الطرفين على 2 إذا راح تكون إكس تساوي 9 على 2 هاي قيمة X هاي بالنسبة للمطلب الأول هو ده يقول لي جدي قيمة X وجد طول القطعة المستقيمة AB 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 هي متكونة من جزئين الجزء الأول AO زائد OB نعم AO هو 2 زائد OB هنا أنا قيمة X أنا طلعتها 9 على 2 فراح أعوض مباشرة بها فراح يصير 9 على 2 زائد 3 هنا أنا راح أجمع 2 ويا 3 5 زائد 9 على 2 بتوحيد المقامات راح يكون 2 وهنا أنا راح يكون 10 زائد 9 وهو 19 على 2 أقدر أعوفه هيتي وأقدر أسوي عدد صحيح اللي هو 9.5 هنا هنسى آخر مراجعة نأخذها للمبرهنات أدي هنا إذا كان تقاطع داخل دائرة رح يكون حاصل ضرب القطع مع بعضها متساويان القطع الداخلية للقطع المتوسطة متساويان وإذا عدي تقاطع خارجي رح أضرب القطعة الخارجية في القطعة الكلية وبهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم آملين أن نكون قد استفدتم منه ونحن وإياكم نلتقي في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.